عليكم. اليوم غندير معكم اون سالاد فخوي بالروز. عندي ليمونه اي برتقاله، تفاحه اجاصه، بنانه، جبانه هذه صغيره ديال الروز، دانون، قرفه. بالنسبه للسيرو عندي كاس كبير ديال الماء، وكاس ونص كاس صغير ديال السنيده، وغندير معاه القرفه. غادي ندير السيرو يطيب هو الاول، وغادي نطيب الروز. غندير مثلا عندي هنا جبانه، غندير جوج جبان ديال الماء، وغادي نصوب هاد الفواكه. نقطعها قطع صغيره. غادي نقطع لي فخوي. هاني درت الليمون ودرت التفاحه هكذا مكعبات، وبالنسبه للبنان غنديروا هكا دي غونديل هكا دائري، وحتى الاجاست هو نديروا مكعبات. بالنسبه للسيرو ها هو، وهذا هذا سميتو غا ديال العواد القرفه، هذا سميتو. وهذا دابا غنكبوا على الفواكه هنا. نخليهم شي 5 دقائق مع السيرو. ها نخلي 5 دقائق. بالنسبه للروز هاو طاب مزيان، غنضيف عليه هاد دانون اللي بغيتو، اش من دانون، دانون فانيو اللي بغيتو. تقدروا ديروا شي كريم. دابا غنخلط هاد خلطت هذا سميتو، وغنضيف عليه عنب جاف غسلته مزيان ونشفته. هذا خلطته مزيان. ها السلطة غنديرها في هذا الكيسان، هادو نتوما ديروها فاش فاش ما بغيتو. المهم اول طبقه هي ديال الروز، ها هي الاسفل. لما درت هاد لي فيغين هاكا، غنهز الفواكه ها هما ونحطهم. تقدروا ديروا نتوما يا فواكه اخرى باش يكون اللون زوين، فواكه حمراء بحال التوت. بالنسبه للتزيين تقدروا تخلوه هكذا، ولكن انا غادي ندير الجوز واللوز. ها اللوز ها هو، ندير اللوز والجوز نقطعو. ها هو ديسير متكامل فيه جميع الفوائد. السيرو تقدروا تضيفوا السيرو شويه معلقه هنايا ديال السيرو اللي بقى.